تخبرونا شيء ذاتنا اللي نحطها دائما. اول ما نحط ما وهنا نحن احفاد المثنى. من المثنى؟ المثنى بن حارث الشيباني هو المثنى اللي دائما نقول نحن احفاد المثنى. المثنى بن حارث الشيباني سالفته طويله. بالجاهليه كانت له امجاد وبالاسلام امجاد. لما كانت دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام في بدايتها في مكه وكانت ايضا سريه، كانت الاقوام اللي تجي على مكه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف عليهم ويعرفهم بنفسه. منها كان يدعوهم للاسلام ومنها ايضا يامن لنفسه مكان على اساس انه يرحل او يهاجر من مكه. من ضمن الاقوام هذولا بنو شيبان. طلع ابو بكر الصديق في يوم من الايام مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهم رايحين في مكه يمشون شافوا لهم ثلاث رجال. قال ابو بكر خلني يا رسول الله اروح عليهم وارجع. الثلاثة هذول طلعوا كلهم من بنو شيبان، واحد اسمه مفروق بن عمرو، والثاني اسمه هاني بن قبيصة، والثالث المثنى بن حارثة. المهم سلم عليهم أبو بكر. وسلم عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقولون أنه بينه وبين المثنى معرفة قديمة، المهم أنه جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، وبدأ الرسول يدعوهم للإسلام. اسمعوا كلام الله من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعجبهم الكلام، وصدقوا فيه، لكنهم أسندوا أمرهم كله إلى المثنى، قالوا هذا فارسنا، وهذا اللي يقول علينا. بعد ما سمع الكلام هذا المثنى ومدح كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ومدح كلام الله، قالوا وش اللي تبي مننا؟ امر بس. قال والله انا ابيكم تجيبوني عندكم. يعني ابي لي قوم استند عليهم على اساس اني ابدا دعوتي. قال والله حنا عندنا عهد مع كسرى. هذا منو اللي يقول؟ المثنى بن حارثه. وكسرى محذرنا اننا ما نجير احد ولا نكون مع احد ولا، فنخاف انه ورانا قوم لازم نستشيرهم بالموضوع هذا، فاعطنا مهله. فسبحان الله افلسوا من جوار النبي عليه الصلاه والسلام. فيوم مشوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم طلعوا بهم الرسول قال يا بنو شيبان افان صارت الفرس، فيما معناها افان صارت الفرس او بلاد فارس ملك اياديكم ونساؤهم سبايا لكم اتسبحون الله؟ قالوا نعم. تفارقوا من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وفاز بجوار النبي عليه الصلاه والسلام اهل المدينه، وتعرفون بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه، وحكايه طويله. مرت السنوات والرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته بالمدينة والمثنى بن حارثة وقومه موجودين وين؟ في العراق. بعد السنة التاسعة للهجرة نوى المثنى بن حارثة أنه يسلم، فجاب قوم من بني شيبان وتوجه للرسول عليه الصلاة والسلام. هنا اختلف المؤرخين على شغلتين، أنه وصل للرسول قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بعد موته. إذا وصل قبل موت الرسول فهو صحابي، وإذا بعد موته فهو تابعي. فاختلف المؤرخين، ناس يقولون أنه صحابي وناس يقولون أنه تابعي. المهم يعني خلال السنتين اللي اسلم فيهم من سنه 9 لسنه 11 شاف الرسول ولا ما شاف الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هذا حكم وحكم التابعي او حكم الصحابي. وش صار بعدها؟ بدا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في حروب الرده، وكان من القاده اللي يعتمد عليهم بالجيش في حروب الرده المثنى بن حارثه الشيباني. ومدح في المعارك هذه المعارك الجاهليه، المهم انه ابلى بلا حسن في الاسلام. بعد معارك الرده صار عنده جيش تقريبا من 8000 مسلم. في هذا الأثناء سبحان الله يدور في ذهنه كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له عن بلاد فارس، أنكم تملكون بلاد فارس وأنكم يا مسلمين تأخذون بلاد فارس. وحاط بباله ما دامي أسلمت وأن هذا الدين الصحيح فلازم أن نفتح بلاد فارس. تدري شلون؟ جيب الجيش كله وياخذ 8000 ويتوجه للعراق. سبحان الله كأن الله مسخر الموضوع هذا. طالع ب8000 من المسلمين بدون لا يستأذن من أبو بكر الصديق وتوجه للعراق، وبدأ فتوحات في العراق. وصلت الاخبار الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ان في فارس هناك قاعد يفتح العراق ويبلي بلاء حسن، ومن معركه الى معركه ومنتف الفرس تنتيف. تستغرب ها؟ بلاد فارس وش دخل الفرس بالعراق؟ قبل ترى كانت لهم. تدري المدائن وين؟ مدائن عاصمه بلاد فارس هاك الوقت وين الحين؟ جنوب بغداد. الناس يحسبون عند طهران، لا عند طهران، بجنوب بغداد. فلما تشوفهم يتمددون هالسرطان الايراني الموجود الان يبي يرجع ملك فارس. فالموضوع اللي تشوفه الان ما له علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالاسلام، ملك فارس يبون يرجعونه. قبل ايام كنت بمعرض، المعرض هذا كان ايراني. تدري الشعار اللي حاطينه؟ يعني كل مكان يحطون لهم شعار معين يبين دولتهم او مجد دولتهم او مجد مكانهم، تدري الايرانيين شنو حاطين؟ حاطين كسرى. وعاد انت تحسبه بكيفك، المهم طال عمرك المثنى بن حارث ابلى بلاء حسن، وصلت الاخبار الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وقالوا له في فارس هناك شغال فتوحات بالعراق. فقال مقولة شهيرة أبو بكر الصديق، قال من هذا الذي من الفارس الذي تصلنا أخباره ولا يصلنا اسمه؟ سبحان الله لما سمع المثنى بن حارث الكلام هذا
جاء أبو بكر قال أنا الفارس. قال لي طال عمرك شغال فتوحات بالعراق، بس أمددني بالجيش اللي عندك. قال ننتدب لك المسلمين. سبحان الله، بآخر ليلة كانت بحياة أبو بكر. مسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب وقال له أنا إن مت هالليلة أنا آخر يوم هذا، انتدب المسلمين أنهم يزعون مع المثنى، لا تخليه أمر الله هذا سبحانه وتعالى. توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في نفس الليلة. ثاني يوم وقف على المنبر عمر بن الخطاب وانتدب المسلمين إلى الجهاد مع المثنى بن حارثة ضد بلاد فارس. وش اللي صار؟ ولا واحد من المسلمين قام. تخيل، شوف الرهبة اللي عند المسلمين من هذا البعبع الفارسي، على أساس أن بلاد فارس من يقدر له؟ جدك أنت. جاء ثاني يوم عمر بن الخطاب وقف على المنبر وانتدب المسلمين للجهاد، ولا واحد قام. جاء ثالث يوم ولا واحد. المهم طال عمرك يجي اليوم الرابع وهو يقوم مثنى بن حارث على المنبر. يوم وقف على المنبر الرجال هذا يعرف بلاد فارس من زمان، بدأ يعطيهم سهولات الدخول إلى بلاد فارس، أنهم ترى شيء فاضي، كلام فاضي. وقف مع عمر وقام يعزز بالكلام هذا، وقف واحد اسمه أبو عبيد الثقفي وقال أنا لها. وقف الثاني وقف الثالث وقف الرابع وبدأ الجيش. بدأ كل واحد من المسلمين ينقل خبر النفير إلى بلاد فارس إلى الشخص الثاني، كل واحد يشجع الثاني. المهم منهم كونوا جيش قوامه تقريبا 9000 مع الجيش القديم، وتوجهوا للعراق. جهز الجيش المثنى بن حارثة وضبط أموره، وهو يضبط أموره جته رسالة. الرسالة من منو؟ من كسرى الفرس. الرسالة كانت من شهرباراز. شهرباراز هذا كان هو كسرى الفرس في هذاك الوقت. أرسل له قال له أنا أدري أنك قاعد ضبط أمورك المثنى ومجهز الجيوش اللي عندك، ومستانسين بالنصر اللي كان بينك وبين خالد بن الوليد وعدي بن حاتم الطائي اللي سويتوه توكم بالحيرة. هالأمور هذه كلها ما تفيدك، تدري أنا من مرسل لك؟ والله أني ما أرسلت لك إلا رعاة الخنازير ورعاة الدجاج الموجودين عندنا. جيشك أنت أصلا، أنت خالد بن الوليد تركك وراح لليرموك. خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو التميمي وكثير من رجال المسلمين أنهم يروحون يناصرون أخوانهم المسلمين اللي يبون يفتحون الروم. شوف عظمة الإسلام، فتحنا وفتحنا. فشهرباراز واثق، خالد بن الوليد والقعقاع وكل الدنيا هذه رايحين للشام، وانت الحين جايني لحالك وموجود بالحيره. ارسل لك اللي موجودين عندي هذول، انطقطق بس كذا. فرد عليه المثنى بن حارث رد قاسي جدا، قال والله انك ما ارسلت الرجال هذول او الناس الموجودين عندك اللي يربون الدجاج والخنازير الا ان ما عندك احد. ويجهز جيوش المثنى، ويجهز انت شهرباراز جيوشه بقياده هرمز، ويلتقون في معركه عظيمه اسمها معركه بابل قبل المدائن. وكانوا الفرس من قبل مستخدمين سلاحهم النووي هذاك الوقت اللي هو الفيل، استخدموه في معركة ذات السلاسل، وجو هنا واستخدموا نفس السلاح قدام المثنى. وتبدأ المعركة بشيل أبوك وحط أخوك وتنتيف شوارب عن جد، يعني تنتيف حتى خراطيم صارت بالمعركة هذه. جاء المثنى قال يا الربع شوفوا لي صرفه مع الفيل. قالوا الربع اللي عنده قالوا آمر المثنى وش اللي تبيه؟ قال بعرف الفيل هذا شلون ينذبح، المأخوذ هذا شلون نذبح؟ قال اقطع خرطوم ويموت. قال بس، قالوا بس، قالوا حرام ضاع الوقت على اساس انه سلاح نووي انا وريهم. ويدخل طال عمرك بنص جيش الفرس ويهف الخرطوم. قام الفيل من حالات الروح قام يدعس على الفرس الموجودين، ويدخلون عليهم المسلمين طالعون من كل جهه بمعركه بابل الشهيره، وينتفونهم تنتيف ويقلبون الطاول عليهم فوق تحت، وينتصر انتصار عظيم في معركه بابل. كانت معركه بابل هي التمهيد لمعركه القادسيه اللي فتحت من خلالها بلاد فارس كلها. شوف سبحان الله. لكن بعد معركة بابل صارت معركة عظيمة تكلمنا قبل فيها في معركة القادسية اسمها معركة قص الناطف. هذه المعركة كانت معركة شهداء، وراح فيها ناس كثير من عظماء المسلمين، يعني شيء خرافي في المعركة هذه، لأنهم ما استخدموا فيل واحد، استخدموا فيلة، وكل فيل طال عمرك أقوى من اللي قبله. في معركة قص الناطف هذه بالتحديد دخل المثنى بن حارث على أحد الفيلة، وقبل لا يوصل خرطومه شالوا بيده، تعرف اللي خبطوا بيده كذا. انت الفيل درجة ان المثنى بن حارثة ما صبر يومين الى 3 أيام من جراح هذا الفيل، توفى واستشهد رحمة الله عليه. فلما نقول حنا نحن احفاد المثنى، نحن احفاد هذا الفخر، والله هذا اللي يستحق ان نتفاخر فيه. احنا ولد فلان ولد هذا المثنى، معلش تحمست. الرجل هذا هو اللي ساحت من بعده بلاد فارس. تخيل من بدايات الفتوحات العظيمة اللي بداها المثنى ما انتهت الا بعد ان فتحت فارس. رجل عظيم مثل المثنى بن حارث لا يمر مرور الكرام. صحيح أنه أدرك الإسلام عمره 61 سنة، لكنه عوض بالإسلام كل سنة ضاعت في الجاهلية. السلام عليكم.